بالعودة عزيز أيضا إلى المباراة، وإحنا كنا تابعنا اللقاء في الكواليس، التسرع كان واضح من فريق شبيبة القبائل، وغياب أيضا مهاجم لديه الكفاءة ولديه النجاعة اللازمة أمام الخشبات الثلاث كان واضح أيضا، وهذا مطلب الجمهور. إحنا اليوم شفنا فريق لعب تحت ضغط كبير، ضغط الجماهيري وضغط حتى الفريق المنافس رجاء اللي كان أحسن من شبيبة القبائل. نظن غياب الفعالية الهجومية اليوم كانت واضحة، غياب مهاجم قناص يسجل الأهداف. نظن شبيبة القبائل ضيعت فرصة، حصلت 3 نقاط تقدر تمدلها جرعة للمباريات القادمة، لكن كما قال الأستاذ نتمنى أنه الإدارة والطاقم الفني يفكر، حتى وإن تقصى مش عيب، الإقصاء موش عيب، إنك تفكر في الموسم القادم وتفكر في المرحلة القادمة. شبيبة القبائل مقسم كأس الجمهورية، شبيبة القبائل بقتلوا البطولة، بقتلوا إنه يلعب على مرتبة مريحة، حتى وإنه هذه البطولة ممكن تصرع فيه مفاجآت، ممكن يعود، لكن نظن الميركاتو الصيفي أثر على لأن الميركاتو الشتوي صعب أنك توجد لاعبين في السوق. عزيز ذكر الميركاتو، بما نتحدث عن الميركاتو، شبيبة القبائل عرفنا في الأيام الماضية أنها جاءت بلاعبي الترجي التونسي سابقا أسامة الدراجي. رأيك في اللاعب 32 عام، وهل بإمكانه أن يقدم إضافة بالنسبة لفريق شبيبة القبائل خاصة في الوقت الراهن؟ دراجي اسم كبير، نحبه ولا نكرهه، قدم كثير في تونس وحاز على عدة ألقاب مع أندية وحتى ألقاب خاصة به على مستوى إفريقيا. اليوم ممكن ما نقدرش نحكم على اللاعب حتى تشوفه في الميدان، ممكن يقدم الإضافة للنادي، ممكن حيقدم خبرة تاعه، ممكن يقدم أشياء كثيرة. صح كان بعيد عن المنافسة لمدة نصف موسم، لكن بالإرادة نظن الخبرة تاعه ممكن يقدم كثير شبيبة القبائل، حتى وأنه السن تاعه كبير. كنا نتمنوا لاعبين كما احنا رانا نصدروا لاعبين، احنا نشوفوا شتي ولا بدران ولا نصدروا لاعبين للبطولة التونسية في أسماء صغيرة، لكن احنا نتمنوا أنه يقدم، لأن هذا فريق جزائري نتمنوا له كل الخير، نقدم هذا اللاعب إضافة لشبيبة القبائل، لما لا يمد الخبرة تاعه للاعبين هادو باش شبيبة القبائل جهز للمنافسة إن شاء الله، لما لا تعود الموسم القادم للمنافسة الإفريقية. نكمل معك عزيز، يعني ما رأيك في بيع اللاعبين الشباب وانتداب يعني لاعبين تفوق أعمارهم 32 سنة؟ إذا كان بيع اللاعب أو يجيب قيمة مالية معتبرة للنادي هذا، رانا معاه نمشي معاه، لأنه أنت مد لاعب لبطولة قوية عليك أوروبا، أو هذا شيء مليح عليك. احنا نشوفوا لاعبين مثل يوسف عطال رامي بزبيع عيني في